يمشي مع الزوار في مسيرة الخلود، ينمو من الحنين إليك كل حين، ينمو من الحنين إليك كل حين يا بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، ويضج الضاجون، وليصرخ الصارخون. صلى الله عليك سيدي أبا عبد الله، صلى الله عليك، ألا وصلى الله على الباكين على الحسين، ألا وصلى الله على الناحبين على سيد الشهداء. اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. الله أكبر، ما أعظم كربلاء وما أعظم زوار سيد الشهداء وما أعظم هذه الصرخات. صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله. أحبتنا مشاهدينا الأكارم، أعظم الله لكم الأجر، ونحن نعيش معكم أجواء أربعينية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لله الحمد والمنة أن نعيش معكم هذه الأجواء، أجواء الحزن والمصيبة في كربلاء المقدسة ما بين مرقدي سيدي مولاي أبا الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه والإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وزوار سيد الشهداء. أحبتنا مشاهدينا الأكارم، اسمحوا لي أن أبدأ الحوار الحسيني في هذه الليلة مع سماحة الشيخ حبيب الكاظمي دامت بركاته، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، أعظم الله لكم الأجر سماحة الشيخ. أعظم الله لكم الأجر أيضا لهذا المصاب الجلل، وجعلنا من الطالبين بثأره تحت راية ولده المهدي، روحي وأرواح العالمين لهم فداء. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، نسأل الله سبحانه وتعالى كما تفضلتم أن يجعلنا من الطالبين بتأر الحسين مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وعذرا قد يكون الصوت غير مناسب بسبب قد يكون الإرهاق والتعب، ولله الحمد كذلك أنا أشاهد لما أجيت شفت بعض زوار سيد الشهداء تعبان، هذا المريض، هذا التعبان، هذا اللي رجله، هذا كذا، فالأجواء أليمة، وخصوصا كلما تقترب أربعينية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لعل البعض يسرع أيضا في المشي تحت حرارة الشمس، يتحمل أكثر حتى يوصل إلى كربلاء المقدسة. قد هذا متأثر على صحته، يعني قد يتأثر على صحته، على وضعه الصحي، فسامحونا وأبدأ معكم الحوار الآن قبل أن تبدأ الحوار. جاي. على كل حال أنا إن شاء الله من علامات القبول زائر الحسين، أنا نصيحتي لنفسي وأخوك هم تقريبا مثلك، يعني الله يحفظك. نصيحتي لزائر الحسين عليه السلام أن لا يتبرم من الأذى في هذا الطريق. الله الله. يعني التبرم والأذى والشكوى كأنه مستثقل لهذه الزيارة، والإمام قد لا يرضى بذلك. واتفاقا يعني أنا في بالي أساتذتنا مشايخنا القدامى كانوا يقولون في الأزمن الماضية الذي كان يزور الحسين ولا يصاب بأي أذى، لا مالي لا بدني لا كذا، يقول كنا نشكك في زيارته. أي زيارة خالية من كل بلية في المال في النفس في غيره، يعني لما صار تصير عندهم إجحالة يفرحون. نعم، يعني بالعكس هو يعني يرحب بالبلاء الذي يأتيه. أحد مشايخنا، أقصد مشايخ الخطباء أصدقائنا، أصيب بحادث سير في هذا الطريق في الطرق، طبعا كان في الحج، هو نفس الشيء مع زيارة، فبترت رجله. أنا رأيت منبره بعد هذه الحادثة، وإنصافا كان متميزا، يعني الدار دار تعويض دار ابتلاء، فكل من يصاب بأذى في هذا الطريق ليجعله في يعني خانة حب الحسين عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. فهنيئا لزوار سيد الشهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. لا ندري هل سنكون في العام القادم الأيام أيام أربعينية الإمام الحسين، وأيام الخدمة شوية شوية جاي تنتهي، وفرصة كانت ما أعظمها خلال هالشهرين شهرين الأحزان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة. نحن بجوار سيدي مولاي ساقي عطاشة كربلاء، عودت المشاهد الكريم
سماحة الشيخ منذ أن بدأتم هذه التغطية في هذا المكان الطاهر المقدس في كل ليلة تطل في سيرة من سيرة أبي الفضل عباس صلوات الله وسلامه. نعم. في الواقع أنا الليلة أحب أن أشير إلى نقطة يعني لعل الكل يعتقد بها. يعني معروف العباس عليه السلام بباب الحوائج، يعني قد أحدنا يعني يذهب إلى بعض المشاهد لا يأخذ الحاجة يأتي إلى هنا. أحد مراجعنا الكبار كان يقول هذا يعني خطة إلهية لإبراز فضل هؤلاء، ولا المعصوم مقامه معلوم، غير المعصوم يعني غير الأئمة، ولا العباس ملحق بالمعصومين. ما هو السر أستاذ ياسر؟ أنا أعتقد، أنا فكرت وأنا جالس على السطح قبل أن أتي إلى هذا المكان، لما هذا الامتياز للعباس؟ فأنا هكذا يعني وأنا أمام القبة وقع في قلبي هذا المعنى، أنه قضى حاجة الحسين عليه السلام. الله الله الله، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، عندما قال له اركب بنفسي بنفسي أنت. الحسين ما وجد أحد غير العباس ليجلب الماء إلى أهل بيته، وهو تفانى في هذا المجال. وللعلم أخي الكريم، يعني العباس عليه السلام قتل تقريبا في سبيل الماء، صحيح؟ ذهب للمشرعة ملأ القربة ورجع. القوم يعني لما رأوا حامل القربة هذه رشقوه بالسهام، وبعد ذلك جرى ما جرى من العمود من كذا من بدون تفاصيل. تقريبا في سبيل امتثال أمر الحسين أصيب العباس عليه السلام. مرة يذهب ليقاتل، يعني مقاتل من تلقاء نفسه، يعني يقاتل أعداء الدين. مرة يقاتل من أجل تلبية رغبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وهذا الذي أشرتم وأشرت اركب بنفسي أن طبعا ليس عبارة هينة، المعصوم يقول لغيره أفديك بنفسي بنفسي أنت، يعني أن أنت مفدى بي. هذه النقطة. نقطة ثانية قبل أن ننتقل لسؤال آخر، العباس عليه السلام أصلا ما نظر إلى الحسين بعنوان الأخوة العشائرية، ولهذا شعره المعروف إني أحامي أبدا عن دين عن ديني الدين وعن إمام، ما قال عن أخي عن بني هاشم عن كذا. هذا في الواقع درس لنا جميعا، أن يكون حركتنا في الحياة حبنا بغضنا. ولهذا الشاعر يقول يعني في شعره: أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم زوجتي وبناتي. دعبل لما ذكر التائية، أنا أعتقد هذا البيت يعني من أرقى أبيات دعبل الآن بعد نعي الكربلاء وكذا: وأهجر فيكم زوجتي وبناتي. علاقتي علاقة الرسالية علاقة. فأنا أقول نتأسى. وأنا بالمناسبة أخي ياسر، يعني زيارة الأئمة عظيم جدا والأجر مترتب لا محالة، ولكن التأثر بهذه الدروس التغير. ولهذا يقال أفضل علامة لقبول الزيارة ماذا؟ انقلاب الجوهري، انقلاب الباطني، أن يرجع الإنسان من الزيارة ويرى نفسه قد صار حليما بعد أن كان غضوبا، صار معتدلا بعد أن كان شهويا إلى آخره. اكتفي بهذا المقدار. صلوات الله عليك سيدي يا أبا الفضل عباس سباحة الشيخ. القلوب مشتاقة إلى كربلاء، القلوب مشتاقة. البعض يخابر يتصل يقول أنا بعيد عن كربلاء المقدسة، أجواء أجواء حزن، أجواء ألم، أنا جاي أشوف الفضائيات، تقول الناس جاي تمشي أنا ما أقدر أمشي. واحد عنده مريض، ما خابر واحد قال أنا انشليت ما أقدر أجي للحسين، اندعوا لي زوروا لي بالنيابة تحت قبة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وجه لهم فكلمة لذول اللي ما يقدرون الآن يلتحقون في هذه السنة بركب زوار سيد الشهداء عليه السلام. اتفاقا. أنا الآن إذا هم الآن جالسين أمام التلفاز يسمعون الكلام، أنا أحب أن يعني أطيب خواطرهم المباركة. هذه الحرقة وهذه وهذا الألم الباطني عند الله ليس أقل من الزيارة. الذي يزور حقق ما يريد، أكل وشرب وزار ورجع.
هذا الذي يبكي على الفراق هذا أجره عند الله عظيم. وفي بالي هكذا الإنسان الذي يعني تفوته نافلة الليل تفوته النافلة بل حتى الصبح الفريضة لا عنعم استيقظ الصباح الشمس طالعة فأخذ يبكي يعني يا رب ما الذي عملت حتى حرمتني صلاة الليل حرمتني قيام فريضة الفجر. فهؤلاء أنا نصيحتي لهم يعني لعل هناك بعض الذنوب المانعة أيضا أن استغل الفرصة أقول ما دمت هذه السنة حرمت الزيارة هذا الحرمان ليس عشوائي ليس هنالك. القرآن يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سقوط الورقة مقدر. فلعله الآن من باب الاحتياط أحدنا يستغفر ومع ذلك هذه الحرقة الباطنية. أتذكر رواية طريفة شاهد أنا أذكرها يمكن بالسنة مرة في أظن معركة صفين أو الجمل أو الجمل أحدهم قال لأمير المؤمنين أخي كان يحب أن يقاتل قضية الزيارة ولكن يعني ما توفق. قال كلمة أخواني كنوا معي قال أكان هوى أخيك معنا كان يحب أن يقاتل معنا قال إذن فقد شهدنا هو شهد الحرب. الإخوة الذين الآن ينظرون بحرقة بلوعة هؤلاء زوار الحسين عليه السلام ونعم الزوار في هذا المجال فلا ضير في هذا المجال. أحسنتم جزاكم الله خير جزاء المحسنين. خطر الآن يعني تسمحون لنا سماحة الشيخ في بالي أنه ما دم تتحدثون عن قضية أنه اغتنموا هذه الفرصة في قضية أنه لعل هناك بعض الذنوب أنا عند الباب عندما عند باب الرجاء أظن باب رجاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه على أحد الأبواب التي تطل على عتبة الحسينية اكتب فوقها السلام عليك شفيع المذنبين. أنا أريد يعني أسألكم هذا السؤال في قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الإنسان غير معصوم قضية أنه أن أجعل الحسين هو الباب إلى الله سبحانه وتعالى ومن طريق هل هناك ميزة عن باقي الأئمة صلوات الله وسلامه عليه عندما أدخل من باب الحسين عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى؟ صحيح. يعني الحسين عليه السلام منزل عند الله عز وجل لم ينالها إلا بالشهادة هكذا هذا المقام لأنه في تاريخ البشرية ما وقع هذا الهتك. صحيح يحيى أشبه الناس بالحسين قطع رأسه لكن سبي عياله قتل رضيعه يحيى كان غير متزوج سيدا وحصورا ولكن ما جرى عن الحسين عليه السلام قضية غير هينة. والله لا يسكن دمي حتى يبعث الله المهدي يعني هذه المصيبة وقعت وما انتهت. بعض الجهال العوام يقول أنتم ماذا بكم قتل قبل 1200 سنة 1300 سنة قضية دم ما سكن هذا الدم والإمام يقسم والله, لا يسكن دمي حتى يبعث الله المهدي. فعلى كل حال يعني أنا أقول بأنه هذا الذي جرى على سيد الشهداء واقعا يعني أعطي منه. ولهذا هذا كلام شعبي لا هو روائي ولا كلام حوزوي يقول أن الإمام الحسين رب العالمين قال له هذه الجنة لك أدخل فيها من تشاء الله 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 أنت صاحب الضوابط أدخل إلا الطامة والبكاية أصحاب المواقف مواكب ما المانع يعني هو قدم كل ما عنده فرب العالمين إذا أعطاه كل ما عنده ما أعتقد خلاف العدل يعني. ولهذا يعني طبعا هذه ليست برواية ولكن حقيقة كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسأل ما رأيت لعله رواية أنا سألت بعض المحققين يعني كأنه مقتضى التحقيق وكلنا أبواب الهدى وباب الحسين أوسع. أعود أقول لا أجزم ولكن أنا ما رأيت الرواية وهذا الواقع يعني عدم وجود رواية لا ينافي قبول هذا المضمون. نعم هناك مسألة قبل أن فتحتم باب التوبة أو تعلم لماذا الزوار يرجعون متهللين انظر إلى طريق العودة باب بغداد المطار الجراجات كأنه يعني أحدهم شاب رجع من العرس
الله من حفل محبب إلى وجوده. أكو سرور على لأنه رجع طاهرا مطهرا. نعم هذا الإحساس نراه في ليلة القدر فجره، هذا الإحساس نراه عند العودة من مكة بعد العمرة والحج، هذا الإحساس نراه بعد الزيارة. يعني عاد هذا القلب واضح طاهر، واضح واضح جدا أن الإنسان استحم تحمم روحيا. لو أن بابي بابي أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درنه الصلاة؟ فقال النبي مثل الصلوات 5. كل هذه الأعمال العبادية كالصلاة في تطهير أصحابها. أحسنتم جزاكم الله خير جزاء المسلمين. لعله في قضية أنه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه الجنة ويدخل فيها من يشاء. هناك رواية أنا شاهدتها وأنتم تعرفون هذه الرواية أيضا المشاهد الكريم لعله سامعها، أنه زوار سيد الشهداء يدخلون السنة يدخلون الجنة قبل الناس والناس في المحشر قبل 40 عام. مضمون الرواية أن زوار سيد الشهداء لهم كرامة في الحقيقة والواقع. هذه هي الجنة لسيد الشهداء. وأذكر في بداية تغذيتكم الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. أن سفينة النجاة تختلف، تفضلتم هذا أنه سفينة النجاة للغرق الذي غرق هو سفينة النجاة. مصباح الهدى لمن يريد المقامات العالية بعد ركوب السفينة. السفينة ركبها أبحرت وصلت الميناء، نزل من السفينة الآن في صحراء يحتاج إلى مصباح إلى مأوى. أيضا الحسين مصباح الهدى صلوات الله وسلامه عليه. أنتقل إلى موضوع أيضا مهم جدا وأغتنم الفرصة معكم في قضية كلمة توجيهية لزوار سيد الشهداء، لمن تشرف بزيارة 40 الإمام الحسين، زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وقطع كل هذا الطريق. نعم أيضا أنا في البارحة كان في جمع من المؤمنين. نعم. تكلمت عن آثار الزيارة. جيد الإنسان بعد أن ختم الزيارة يوم 40 يجلس بين الحرمين بالصحن. نعم. ويفكر في برمجة حياته من جديد. أنت الآن اليوم طاهر مطهر، اتفاقا زيارة 40 زيارة هي قصيرة وفيها نكهة خاصة. أيوة الله. لابد الأخوان. نعم. يقرؤون. نعم. الزيارة. نعم. مو مطولة. خذ زاوية وعند العباس وقل يا رب أعني على نفسي، أنا زرت أنهيت الزيارة ولكن هذا أول الطريق، هذه الزيارة أول الطريق لا نهاية الطريق. إنسان وصل للمستشفى يعني ينام على باب المستشفى؟ يسكن عند الباب؟ لا، أو يدخل يبحث عن الطبيب ويبحث عن الطبيب الحاذق يأخذ الوصفة. نعم. يذهب يشتري الدواء ويأكل أحسنت. فنحن لا نجعل الزيارة آخر المطاف. الزيارة كما قلنا دخلت قصر الملك، الآن قصر الملك دخلته عليك أن تأخذ منه العطايا الكبرى. وهنا يبدو هذا السؤال الأخير حسب. نعم. ما يبدو. نعم. اسمحوا لي أقول كلمة. يعني العباس عليه السلام له قصص مع محبيه وزائريه، أحدهم كان يطلب المقامات المعنوية لا بلا ذكر أسماء، يعني بإمكان يذكر الاسم واسم لامع في طريق الكمال المعنوي. ورأى إنسان في الحرم وهو يبحث عن الكمالات، قال له يا فلان إن أردت الكمالات فخذ طريق العباس عليه السلام. الله توسل الله به الله. يعني هو باب الحسين من خلاله. وهذا العبد الفقير أضفت أيضا شيئا، الباب للحسين العباس صحيح، والباب إلى العباس من أمه أم البنين صلوات الله. يعني هاي الترتبية ترتبية جيدة. أنت لو قرأت مصيبة أم البنين بكيت على فراقها لأبنائها والعباس ارتاح لك، قال أنت راثي الحسين. أحد الخطباء من أصدقائنا ما حصل على منبر أيام العشرة المحرم فذهب للإمام قال أنا قارئ لك، أنا أقرأ وأنت المستمع، مو لازم مجلس وجمهور. شلون مجلس هذا؟ يقول شلون كان مجلس؟ شلون مجلس هذا؟ نعم عندما قطعت مجالسي أصبحت أنا القارئ والإمام هو المستمع. شلون مجلس هذا؟ نعم. الله. فنحاول أنه يعني ندخل هذه الأبواب، لا أقول بالتحايل، هذا يسمى حيلة، هذا يسمى ذكاء وفطنة. نعم. المؤمن كيس. نعم. الفطن. وأنا أتكلم حقيقة أنا لماذا يعني هاي الليلة ما كان مقدر نأتي،
بعض الظروف، ولكن أقول التواجد في هذا المكان وإحياء ذكرهم من أفضل طرق القرب إلى الله عز وجل. سماحة الشيخ حبيب الكاظمي، كل الشكر والتقدير والثناء الجميل لكم على ما تفضلتم به من معلومات قيمة في هذه الحلقة، وجزاكم الله خير جزاء غدا على ما أظن الليلة الأخيرة في هذه التغطية المباشرة، ونعيش ليلة أربعينية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود علينا وعليكم هذه المراسيم وهذه الزيارة بالخير والبركة إن شاء الله تعالى، واللقاء يتجدد على حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأخي ساقي عطاشة كربلاء، أين أصحاب الحوائج؟ اليوم سماحة الشيخ قال ادخلوا إلى باب العبازي صلوات الله وسلامه عليه من أم البنين عليها أفضل الصلاة والسلام. هنيئا لمن ذكر أم البنين، وهنيئا لمن ذكر باب الحوائج بالفضل عباس صلوات الله وسلامه عليه، ويعرج إلى سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.